اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن هنروح معاكم كده للقراءه في ابرز العناوين في صحافه النهارده والموضوعات. ايضا هنبدا معاكم من صفحه 12 و13 وملف خاص في الدستور اسمه هنا السيول. الحقيقه ملف حلو جدا طبعا، تعرفوا فيه بصوره اقرب الى واحد سيوه، بما فيها بقى من المعالم التاريخيه، بما فيها من طبيعه الحياه، بما فيها ايضا من معيشه الناس وايضا حياتهم عامله ازاي هناك، بما فيها ايضا من التحديات اللي بتواجههم ومنها التحدي الامني. ملف كامل بيستعرض ابرز الاثار واللي ممكن تزوره في سيوه، وممكن تقعد فين، وممكن تشوف ايه مختلف هناك. وملف مهم جدا، يا ريت تقروه وتطلعوا عليه، تعرفوا معلومات جديده الحقيقه. رائعه سيوه، رائعه. طيب نروح لفين اليوم السابع، صفحه 12 وكاريكاتير 19 مارس. طبعا كاريكاتير جميل جدا ومعبر، 19 مارس ذكرى استرداد طابة، يعني ومصر شايفين مصر بتعمل يعني اللي هو كده اقل حاجه، يعني طردناهم ويعني غورناهم لو ينفع نقول يعني. لا يعني بصراحه كاريكاتير فظيعه. ألقتهم من على ايضا ارضنا، يعني حتى صحيح يعني بصباعها كده، يعني نوع من انواع القوة والاستهانة ايضا. خلينا نقول هنروح للمصري اليوم، وبرضو معلومات مهمة جدا من الجهاز المركزي للتعبير العامة والإحصاء، بتقول المصريون اشتروا ب 2 مليار و 170 مليون تذكرة ركوب في السنة، وتراجع استخدام القطارات وزيادة المترو والأتوبيس. مع ان هو المفروض ما فيش علاقه بين القطر والمترو والاتوبيس، يعني القطر ده وسيله بين المحافظات والاتوبيس والمترو اكيد وسيله داخل العاصمه، يعني مش عارفه البديل. طيب لانه يعني اعتقد ان دي فيها اشارات الى انه برضو فكره ممكن كنتش كل الناس مبسوطه بفكره استخدام السكك الحديديه مثلا، واصبحت خدمه الاتوبيسات والانتقالات ما بين المحافظات برضو كثيفة عن الأول، فده برضو ممكن يكون عامل. وأعتقد أنه برضو إشارة أنه المصريين مش عايزين يستخدموا بشكل كبير برضو عربيات أو يعني بنزين من الآخر يعني. العربيات والبنزين بشكل طيب. أو بآخر من الدستور يعني. نروح لإحصائية صفحة ثالثة بتقول تراجع عقود الزواج ل 900 ألف و190 ألف طلاق في 2017. عقود الزواج تراجعت، بس مش عارفه 190 الف حاله طلاق يعني دي يعني تراجعت عندك ولا مليون مواطن بيتجوزوا تقريبا 20% منهم بيتطلقوا، فدي كارثه طبعا. طبعا يعني طبعا لو بصينا لها على طبعا، لان كل عائله بتتفكك او لا مش الست، المخرج بيقول الست السبب، لا مش الست يا طبعا. لا بالعكس، وعايز اقول لك انه الست بتحتوي يا جماعه، اللي بيشيل حمل الاسره بعد كده بتبقى الست، لانه هتلاقي ده من نسب المراه المعيله عندنا في مصر قد ايه، هتلاقي ان وراها بشكل كبير نسبه الطلاق في مصر وزياده العبء طبعا. يعني الحقيقه ما كل واحد بيشيل التاني بقى يعني. طب اتجوزت بدري، طب يا جماعه نستنى شويه، انا يعني كلنا مستني، انا مستنى واستنى شويه يعني بعد ال 50 ان شاء الله ده يبقى زي الفل يعني.